لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني المغربي نظيره منتخب جنوب أفريقيا، وذلك في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الكان. ويبحث المنتخب الوطني المغربي عن الخروج بنتيجة إيجابية، وذلك عندما يستقبل ضيفه منتخب جنوب أفريقيا، حيث يسعى للمنافسة على حسم التأهل إلى الكان القادم. ويتواجد المنتخب الوطني المغربي في المجموعة 11 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الكان، إلى جانب منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب ليبيريا. وتقام المواجهة بين كلا المنتخبين يوم الخميس القادم انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، وذلك في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الكان. للإشارة، المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الثالثة، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.